صار مباشره تتعمل وثيقه وتوقع في خلال اسبوع وثيقه نتائج الحوار كذب. ليس هذا عيبا ولا دي تدي الثقه وتطمن الناس على ان الامور مش فك مجالس بالظبط. يفهم من لا يفهم في البلد في كتير مش فاهمين الاوضاع. احنا عندنا خسائر بالمليارات يوميا خسائر. واحنا اصلا وضعنا عشان نكون يعني واضحين كده سيبكم الكلام بقى اللي قالته الحكومات السابقه وضعنا بالغ السوق بالغ السوق. احنا عندنا ديون عامه تقترب من التريليون. يمكن في ناس ما تفهمش يعني ايه تريليون. التريليون يعني مليار مليار ديون. اديني بس فرصه اوضح لك النقطه. زائد ان كل قطاعات الاعمال في مصر اتهزت واتاثرت. اذا كنا بنخسر كل يوم بمثل هذا القدر بنخسر قدامنا سنتين هتستمر فيها الخسائر. والأسف السيد نائب رئيس الجمهوريه السيد اللي هو عمر سليمان النهارده قال ان احنا بنخسر الثلث تقريبا يوميا من ايراد مصر. احنا سنتين هنخسر. مش عايز اقول الثلث ده نسبه للدخل القومي لكن احنا الحقيقه هنخسر اكثر من كده. هنخسر فرص كثيره. انحسار للاستثمار نفسه. هنقعد سنتين ما حدش هيجي لنا. بصراحه عايزين جهد خارق لنثبت ان في مصر رجال. يمكن اللي مطمني حاجة تانية لما يبدأ عهد جديد بديمقراطية سليمة بنظام يخرج من النظام القديم أنا متهيألي الأمور هتتغير ونظرة العالم كله هتتغير لنا. من ضمن الأمور اللي فاقت الأوضاع ادعاء الوفاء والأقرباء يفسدون العمل أكثر من الأعداء. يعني قد رب صديق يفسد الموضوع. فعلى الحزب الوطني أن يتم التناحي تماما عن ساحة العمل العام حاليا. عايز جدال يعني. وبعدين في حاجة في الفترة القادمة مهمة جدا. تحديد سلطات رئيس الدولة. رئيس الدولة له سلطات في الدستور مطلقة. 34 مادة بتديله كل الصلاحيات. يجب صحيح تحديد سلطاته. صحيح. فكرة لجنة الأحزاب وتسيطرة الحزب الوطني على الهيئة الحزبية. وعدم تغطي على اعتبار ان مصر طبعا يا دكتور محمود نظامها نظام رئاسي وليس نظام برلماني عشان كده الصلاحيات مطلقة يعني. تماما. الانتخاب بقى اللي الناس قلقانة منه خايفة ليل ودي الحتة اللي قال فيها عماد حاجة عايز أعلق عليها. يجوز أن يكون لعام أو اثنين فقط. لأن احنا مش هنلحق نصلح ولا في مدة 6 أشهر. فنصلح إصلاح مبدئي لحكومة ائتلافية يجي فيها الجميع ونجربهم ما يزيدش عن عام أو اثنين عشان نوضع دستور شامل. الدستور خرب ومليان بخراب لا يصلحه تصليح مادة ولا 76 ولا 77 ولا 88 ولا 132 حاجة. دستور زي ما انت قلت كده يا رحت قلت نظام برلماني ولا سرقات. والخلل في كل جوانب الحياة مستتب من بعد الثورة بسنتين. لازم يكون في توازن تام بين مهام الامن والامن السياسي اللي قتل مصر والامن الاجتماعي والاقتصادي. انما مش البوليس شال او الشرطه شالت اكثر من همها وبقت صحيح صحيح ليه وزاره التجاره وزاره الصناعه وزاره السيجاره الى اخره. واضح لنا كلنا الكلام ده. يجب الحرص على طبعا مع المعنى اللي بقوله اي رئيس هيخرج من رئاسه الحزب اللي فيه وطني وغير وطني كل الكلام ده الفصل تماما بين الحزب والدوله. ما كناش عارفين مين اللي بيدور الدوله. الدوله بتدور الحزب ولا الحزب بيدور الدوله. في مبادئ في العالم استقرت من 10 سنين اسمها الحوكمه السياسيه والاجتماعيه. مبادئ معينه مبادئ نحرص عليها ونسجلها من الوقت. تعارض المصالح ينتهي. استغلال النفوذ. التربح من العمل العام. ويجب ايضا من الناحيه الاقتصاديه بقى توازن. انا اتكلمت في مايو 2008 مع الازمه العالميه في موضوع توازن عبء الضريبه. مش معقول عبء الضريبه يساوي تماما بين من يملك ومن لا يملك. عموما احنا نتمنى استاذ محمود ان الحكومه الجديده تحل هذه الازمات وربنا يا رب ان شاء الله يعني يعدي الامور بس بكره على خير. اعتقد بعد كده ممكن الامور كلها تمشي ان شاء الله. وبشكر جدا استاذنا العظيم الاستاذ محمود عبد العزيز رئيس اتحاد المصارف العربيه سابقا. شكرا جزيلا. الشباب دي ايه اللي ضمنهم انهم يطلعوا من ميدان التحرير يروحوا بيوتهم ما يروحوش امن الدوله؟ هنتكلم في نقط محدده. هم لا يثقوا في الظروف الحاليه. لا يثقوا في الشرطه بسبب الصدمات اللي حصلت. لا يثقوا اسمح لي في النظام. طب بس انا بقول لك يعني بقول لك مشاعرهم يعني. لكن بالتاكيد بعد التجربه في عندهم ثقه الى حد كبير في الجيش.
ولا عندك شك في لا. ها؟ لا ما عندهمش ثقه في الجيش. لا عندهم ثقه في الجيش. الجيش هو ثمار امان مصر. كويس. يعني كويس. هو اللي حامي البلد النهارده. كويس. انا بطلب بطلب اربع اجراءات محدده عشان نبقى بنتكلم في ليله صعبه، فبطلب اربع اجراءات محدده. اتفضل. نمره واحد، الناس المتصابه ده جانب انساني. الليله ترسل القوات المسلحه، لان هم مش عايزين يروحوا في سيارات الاسعاف العامه بتاعت الدوله، لانهم خايفين يقبضوا عليهم. تمام. كويس. فتقوم القوات المسلحه هي نفسها بسياراتها بتامين نقلهم الى المستشفيات، وممكن تكون مستشفيات عسكريه، مستشفيات عسكريه القوات المسلحه التي تضمن فيها علاجهم وسلامتهم. اثنين، مع تعهد في بيان للقوات المسلحه ان هي ستقوم بحمايتهم وانهم لن يصيبهم شيء. تمام. ده واحد. اثنين، انه على القوات المسلحه ان تنتقل من وضع التامين، وهنا الناس هتستغرب من اللي انا هقوله، الى وضع الاشتباك مع الذين يحملون المولوتوف كائنا من كان. صحيح صحيح. وان يصدر بيان ان احنا مش هنقف نتفرج على مولوتوف بيترمي من فوق وقناصة بيضربوا عيالنا. وبصرف النظر القوات دي جاية من منين، لو جاية من القمر اعتقد ان المشاعر المصرية كلها النهاردة مع ان القوات المسلحة تضرب بيد من حديد للذين يريدون هذه المجزرة، لان هناك مجزرة ممكن لان خوف ان تحصل مجزرة، هناك مجزرة ممكن تحصل لو القوات ما اشتبكتش، وفي مجزرة ممكن تحصل لو اشتبك. بس انا عايز لمن توجه على من نطلق الرصاص. انا مش عايز اسالك سؤال. لا لحظة لحظة بس لحظة. اللي رموا المولوتوف دول هم اللي حرقوا من شوية هايبر وفندق كونرد؟ اعتقد ان هم نفس السكة، نفس الاحساء. هناك اتجاه ما فيه ائتلاف من قوة تشعر انها مضارة، من أجهزة، من أشخاص، من تخريبيين، كلهم لإحداث فراغ أمني في البلد. نمرة اتنين، عدم، وخلي بالك وحط تحت دي 100 سطر، ضرب فكرة أي ثقة ممكن تحدث ما بين المجموعة القديمة الجديدة التي استلمت الحكم وما بين الشباب والشارع. إن انتوا مش طالعين ومتمطعين وبتقولوا لنا أنا بضمن للشباب ان محدش هيمد ايد عليكم، انا بقول لك ان انا هتفاوض معاك. طيب خلي بقى الجماعه اللي جم دول وبيقولوا الكلام ده يورونا هيعملوا ايه. لا مش هتقدروا تضمنوا امن الشباب، لا مش هتقدروا تضمنوا امن الشارع، لا هيستمر التخريب اللي موجود وهنفضل قاعدين لكم في التحرير. كويس. اكمل بس النقطه الثالثه، في مظاهره هتحصل بكره، لازم يبقى على جثتنا، على جثتنا ألا يدخل أي مخلوق ليس مؤيدا للمظاهرة دي اللي في التحرير جوه التحرير. صحيح صحيح. على جثتنا. صحيح. يعني أنا ممكن ما أكونش مؤيد لهذه المظاهرة، ممكن أكون ضدها، لكن مستعد أن أقدم حياتي ثمنا أن ما حدش يخش يقتل ولادنا دول، حتى لو مختلف معه، لو عندي نقط أتفق نقط أختلف. تمام. لكن لازم أفل المظاهرة على هؤلاء. كويس. يبقى دي النقطة الثالثة. نمرة أربعة، إذا ما انتهت هذه المظاهرة، إذا ما انتهت هذه المظاهرة، أنصح أبنائي وإخواتي الصغار وكل الناس اللي هم في هذه المظاهرة إن هم يخلوا ميدان التحرير بعد بيان يطلبون فيه جدولا زمنيا فيه المطالب وضمانات. وضمانات. هتقول لي هيمشوا إزاي؟ قعدت افكر، طب الناس دي صحيح هتمشي ازاي؟ ما يمكن يطلقوا من لا، تقوم القوات المسلحه لان احنا عندنا كذا محطه اندر جراوند، عندنا كذا محطه مترو موجوده في ميدان التحرير. في ميدان التحرير. تمام. بتامين عمليه نقلهم وحراستهم لحد وصولهم للمناطق او الاماكن اللي يريدون الانتقال اليها. فيبقى عملنا نقل جماعي وهنا نوصل لأول مرة لصيغة توافقية. اللي عايز يقعد يقعد، بس اللي يقعد ده احنا بقى في حساباتنا كشعب، يبقى انت دلوقتي مش ناوي على خير.
دي نقطة. إذا استمرت هناك حركة احتجاج وافترضنا حتى أن سد 100,000، خلاص يجي الجيش يقفل ميدان التحرير وكلنا نعيش حياتنا بعد كده. الجماعة دي بقى عايزين يقعدوا 6 شهور يقعدوا سنة رافضين الحوار، هم حرين بكيفك يعني. بس أنا عمري ما فهمت في الدنيا أن حركة احتجاج قاعدة إلى الأبد. بس يا ميدان التحرير كان فيه تظاهرات يا أستاذ عماد، وكانت الناس بتوقف من غير ما بيتضربوا عشان خاطر يطلعوا يعني. لا يعني مش ممكن عشان يعني ما احنا بنتكلم نحرر ميدان التحرير من المصريين ليس بالسلاح برضو. بس ما أنا معاك يا سيدي. وأنت هتقول لي أنا ما برضو يعني بص تمام. خلي بالك، خليك حلو معايا، أنا ما تعودش تاخد بنط عليا. احنا اللي اخترعنا انت حبيبي، انت حبيبي، انت حبيبي الزمان، لعيبه جيزه ومبروك على ما يلبس. فكويس، فاحنا دلوقتي ايه عارفين انه هذا الشباب هو شبابنا واولادنا. احنا بنقول نأمنه، نضمن له حق التظاهر، عايز بقى يقعد نقفل المكان وما نخليش ولا بلطجيه ولا حد يوصل له، ونحاول نأمنه مهما كلف الامر. ويا سيدي عايز تقعد، بس الحياه يجب ان يستمر يعني من يوم الحد الجاي حد اقصى. وده انا عجبني بيان البنك المركزي انه البنوك سوف تفتح تحت اي ظرف. انا عايز بقى كل الجهات تبتدي تتكلم انه هنفتح تحت اي ظرف. البنوك فتحت، بعديها بكام يوم تستقر البورصه، بعديها بكام يوم نبتدي نعيش حياتنا، بعديها بعشر ايام ولادنا يروح المدارس بعد انتهاء اجازه وسط السنه. نفضل خلاص تمام. احنا علينا ان ننظر الى الامام، علينا ان نتخذ قرار بان احنا قدامنا احتمالين. عارف ايه هما؟ ينعيش ينعيش، اختار بقى واحد منهم، لكن مش ينعيش ينموت. احنا مش هنموت، احنا هنا مش هنعيش رهينه لاي حد، ولا حاكم ولا محكوم ولا مؤيد ولا معارض. هذا الوطن يجب يعيش. في نقطة أنا عايز أتدخل فيها وأحذر منها بشدة يا أستاذ عمرو، واسمح لي أن أشرحها. الزمن اللي احنا فيه ده هو زمن تصفية حسابات. اللي خايفين من النظام الجديد عايزين يكسروه، وهناك تخوف أنه لما يجي مجموعات جديدة تبتدي تقتص منهم عشان هيتقدموا قربان وكذا. امبارح طلع كلام كتير جدا عن مظاهرة اللي حصلت في ميدان مصطفى محمود مؤيد للرئيس مبارك، واتقال انه وستكشف التحقيقات بالاسم بالاسم مين اللي تورط فيها. انا عايز اتكلم عن صديق لي، اذا سمحت لي ان استغل الاول مرة في حياتي، يعني مش هكلمك على اخويا ولا ابويا ولا اي حد قريب، لا هنكلمك انسان اعرفه معرفة توأم روحي، اسمه الدكتور إبراهيم كامل، واحد من الناس الأساسيين في الحزب الوطني. هذا رجل شريف، هذا الرجل أقسم لك إني متأكد أنه غير متداخل في عملية ما حدث في موقعة الجمل بتاعة ميدان التحرير. هذا الرجل مؤيد للنظام، مؤمن للنظام، محب للرئيس حسني مبارك. اقصى ما فعله انه راح امبارح ميدان مصطفى ومحمود هو زوجته الفاضله والسيده ابنته، وقعدوا في ميدان التحرير وكان موجود حسن راتب، وبعد كده روح بيته. نقطه من اول السطر، الظرف اللي احنا هنعيشه هتبتدي تسمع اسماء ناس يجي يقول لك اصل عماد ده كذا، اصل عمرو ده كذا، اصل فلان ده كذا. يجب ان يكون عندنا مرجعيه، واحنا الان نعيد تقييم التجربه اللي حصلت وفي محاسبه الذين افسدوا والذين قتلوا والذين شوهوا والذين خربوا والذين خانوا والذين تركوا فراغ امن في حياتنا والذين روعونا والذين يريدون افساد حياتنا، ان يكون المرجع عندنا دايما الصدق، الامانه، القانون العام، الشرف في التعامل في هذا الموضوع. لكن سترى في صحف كثيرة، وأنا بحذر إخواني الإعلاميين من ألا تستخدم صحفهم لضرب أو لإنهاء حسابات شخصية. إحنا في مرحلة حساسة، الانتقال من شكل النظام إلى شكل تاني. هناك أشخاص ستذهب، وهناك أشخاص ستبقى، وهناك وجوه جديدة عمرنا ما شفناها ستكون موجودة. مش عايزين ان احنا نلعب لعبة الشخصانية اللي هو تشخيص الحكاية. احد اسباب ازمة الفترة الماضية الاقتصاص من بعض الناس، احنا عندنا ثأر مع بعض الشخصيات. وهنا برجع لك بقى، هو مين دلوقتي اللي بيطلع في التلفزيون المصري؟ مين اللي بيطلع؟ اللي هو ناس ممكن تكون